إن شاء الله عبارة شائعة بين المسلمين وتعني إثبات المشيئة إلى الله في أمور المستقبل، لكن كيف تحول هذا المصطلح إلى عكس معناه الأصلي؟ وكيف دخل إلى اللغات الأخرى؟ أنا إسراء حسن، سأروي لكم القصة في اتصال. إن شاء الله عبارة انتشرت بين الشعوب غير العربية من وقت طويل، وانتشرت بين الشعوب المسلمة غير العربية منذ دخولها الإسلام، فانتشرت في كل بلد وصله المسلمون أو وصلته اللغة العربية، فشاعت في شبه الجزيرة الأيبيرية إسبانيا والبرتغال بفضل الحكم الإسلامي ما بين القرن الثامن والقرن الخامس عشر، وصارت جزءاً من اللغات الإسبانية والبرتغالية، ودخلت اللغة المالطية بفعل انتشار اللغة العربية ما بين القرن التاسع وحتى نهاية القرن الثاني عشر، وما زالت في اللغة المالطية حتى اليوم. كيف دخلت إلى المعجم الألماني؟ من المعروف أن اللغات تتجدد وتتطور وتدمج كلمات أجنبية فيها، وهذا هو حال اللغة الألمانية. قاموس دودن الألماني الشهير أدمج عبارة إن شاء الله، العبارة التي يستخدمها ملايين المهاجرين المسلمين لألمانيا وملايين الألمان المسلمين، وبات يستخدمها غير المسلمين، فذكرها القاموس ككلمة ألمانية جديدة بعد السلام عليكم. العبارة كان سماعها معتادا بشكل يومي في ألمانيا من غير المتحدثين باللغة العربية، الأمر الذي جعلها تدخل رسميا ضمن كلمات اللغة. المعجم أراد توضيح كلمة إن شاء الله بإذا أراد الله عند التحدث عن شيء مستقبلي، إذن من الذي استخدمها عكس ذلك؟ منذ حرب الخليج الثانية دخلت كلمة إن شاء الله المعجم الإنجليزي لتوصيف الشخص الذي لم يفي بوعوده تماما، عندما قاطع المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن نظيره الرئيس دونالد ترامب، الذي كان يتحدث عن ضرائبه بتعليق شائع باللغة العربية واستخدم عبارة متى إن شاء الله. أستاذ العلوم السياسية بجامعة ميريلاند شبلي تلحمي يعلق على الموضوع في تغريدة بقوله: سمعتها عدة مرات من أناس يعملون لفائدة الحكومة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وهي تنطبق على سلوك حكام عرب يردون بعبارة إن شاء الله عندما يسألهم مسؤولون أمريكيون عن أشياء يمكنهم أو لا يمكنهم فعلها، فيجبون بهذه الكلمة لتتوقف الأمور عند هذا الحد. هل تعتقد أن استخدام بايدن لعبارة إن شاء الله في سياق التهكم على ترامب هو عنصرية ضد المسلمين؟ أم أن عدم احترام بعض المسلمين لوعودهم تسبب بهذا التغيير المؤسف في معنى العبارة؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك بحسابات منصة الأمل ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.